فيكم. بعد وصوله إلى مدينة تندوف الجزائرية، رئيس الجمهورية رفقة نظيره الجزائري يشرفان على تدشين معبرين حدوديين وإطلاق مشروع الطريق الرابط بين تندوف ومدينة الزويرات، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة. رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري يجريان محادثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين. الوزير الأول يستقبل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، واللقاء يتناول التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تطويره وتعزيزه. طيب الله وأوقاتكم أينما كنتم مشاهدينا، أهلا بكم إلى مسائية الموريتانية. تصحبني في لغة الإشارة عائشة علي. أشرف فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ الغزواني وفخامة الرئيس الجزائري سيد عبد المجيد تبون اليوم في ولاية تندوف الجزائرية على تدشين المعبرين الحدوديين ثابتين في موريتانيا الجزائر، لإسهام في الرفع من حجم المبادلات التجارية وتنويع الصادرات بين البلدين. وفي المعبرين الحدوديين تبع فخامة رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري عرضا مفصلا عن نشاط المعبرين وكذا عن مشروع الطريق تندوف الزويرات. هذا الطريق الاستراتيجي الذي يمتد على مسافة 48 كيلومترا. كما أشرف فخامة رئيس الجمهورية وشقيقه الجزائري على وضع حجر الأساس لمنطقة تندوف لمنطقة التبادل الحر لتطوير التبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين. ولنا عودة إلى هذا الموضوع بالمزيد من التفاصيل في نشراتنا القادمة. وصل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني زوال اليوم إلى مطار تندوف بالجزائر، حيث كان في استقباله فخامة رئيس الجمهورية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون. وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرفي وعزف النشيدين الوطنيين. وخلال زيارة العمل الميدانية أشرف فخامة رئيس الجمهورية رفقة أخيه صاحب الفخامة السيد عبد المجيد تبون على تدشين معبرين حدوديين، وأعطى إشارة انطلاق مشروع الطريق الرابط بين تندوف ومدينة الزويرات، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة. وفي قاعة
وفي قاعة الشرف بمطار تندوف أجرى الرئيسان محادثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين. حضر المحادثات المختار والجاي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الجزائري أحمد عاطف وسفير موريتانيا في الجزائر سيدي محمد والمحمد عبد الله. وكان فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني قد غادر نواكشوط صباح اليوم متوجها إلى تندوف في إطار زيارة صداقة وعمل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وودع فخامة رئيس الجمهورية بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف معالي الوزير الأول سيد محمد ولي بلال مسعود والوزير المستشار برئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية وولي نواكشوط الغربية ونائب رئيسة جهة نواكشوط. ويرافق فخامة رئيس الجمهورية وفد انضم كل من سادة المختار واللجاي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية محمد أحمد والمحمد رمين وزير الداخلية واللامركزية المرابط والبناهي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة محمد علي والسيدي محمد وزير التجهيز والنقل سيدي محمد والمحمد عبد الله سفير موريتانيا في الجزائر الفريق عبد الله أحمد عيشة قائد أركان الدرك الوطني مفتش رئيسي حمداوة ولي الشيخ عبد الله المدير العام للجمارك أحمد ولي النيني مستشار برئاسة الجمهورية محمد محمود واللمات مستشار برئاسة الجمهورية محمد والمحيميد مستشار برئاسة الجمهورية الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. عبر المواطنون بولاية البراكنة عن ارتياحهم وفرحهم الكبير لاختيار بلادنا لرئاسة الاتحاد الافريقي بقيادة رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ الغزواني. واعتبر المواطنون ان هذا الاختيار ياتي تجسيدا لنجاح الدبلوماسية الموريتانية. محمد البتار من مدينة لاك. هنيئا لكل الموريتانيين شعبا وحكومة بمناسبة انتخاب صاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني رئيسا للاتحاد الافريقي. ذلك الانتخاب الذي لم يأتي اعتباطا وانما جاء ثمرة للكثير من الانجازات الملموسة على المستوى الوطني، فبعد ان حقق تلك الانجازات على المستوى الوطني ها هو ينتخب رئيسا لافريقيا من اجل تجسيد تلك الانجازات على المستوى الاقليمي والدولي. ونحن كنشطاء في المجتمع المدني ايضا على مستوى ولايه البراكنه مثمنين هاي الخطوه الكبيره اللي انعطت للدوله خصوصا فخامه رئيس الجمهوريه السيد محمد الشيخ الغزواني على رئاسه الوحده الافريقيه بما فيها من الاهميه والاعتبار الدبلوماسي والتحقيق اللي والمكانه اللي فيها ضرك موريتاني على انها تستحق تعود في هذه المكانه الحاليه هي قياده الوحده الافريقيه خصوصا في هذه المرحله اللي ضرك. انا نختار نتهز هذه الثانيه حاله نهمن عاليا هذا النجاح الدبلوماسي الكبير اللي حققته الدبلوماسيه الموريتانيه ليتمثل في انتخاب فخامه رئيس الجمهوريه بالاجماع لرئاسه الاتحاد الافريقي. هذا الانجاز الدبلوماسي الكبير اللي ينم عن نجاحات المتواصله اللي تحققها الدبلوماسيه الموريتانيه في ظل نهج قياده فخامه رئيس الجمهوريه السيد محمد ولي الشيخ الغزواني، والمواطنين مرتاحين بهذا الانجاز الكبير وان شاء الله نتم اللامن عند نجاح النجاح. في الحقيقه انتخاب رئيس الجمهوريه في القمه 37 للاتحاد الافريقي يعتبر نجاح دبلوماسي كبير للدبلوماسيه الموريتانيه، وهو نتيجه ثمره لمواقف موريتان النبيله من القضايا العادله، الموقف العقلاني اللي تاخذه رئيس الجمهوريه من جميع القضايا المطروحه في القاره الافريقيه. من الصعب ان تجد الموقف الملائم في ظل جو افريقي ملتهب خاصه في دول الجوار، لان حكمه رئيس الجمهوريه وعقلانيته مكنته من المحافظه على الامن والاستقرار في البلاد ومن تأييد دول الجوار
من خلال المواقف النبيلة. اليوم جايين لنهنوا الشعب الموريتاني ونهنوا القارة الإفريقية بتولي رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشريف غزواني منصب رئيس الاتحاد الإفريقي. نعتبره لأن الدبلوماسية الموريتانية نجحت نجاح باهر، وهذا الاختيار اللي خلق ما هو جاي عن فراغ به، اللي الدبلوماسية الموريتانية الحمد لله وحد متابع عمل هذا الرئيس ومواقفه تجاه هذا اللي يخلق في القارة الإفريقية، وضاح لأن الاتحاد الإفريقي على أنه منحه هاي الثقة به اللي يعرف على أنه هو الشخص الوحيد اللي قد يمرق إفريقيا من هذا من هذه الأزمة اللي تعيشها حاليا. وفي مدينة تشجع عاصمة ولاية تقانت تذمن المواطنون الذين التقتهم كاميرا الموريتانية ترأس فخامة رئيس الجمهورية للاتحاد الإفريقي، واعتبر المواطنون هذه الخطوة إنجازا دبلوماسيا مهما للبلاد. نعتبر ترأس الرئيس محمد القزواني للاتحاد الإفريقي نعتبرها خطوة مهمة وتمثل الدبلوماسية على المستوى الخارجي، على أن دبلوماسية موريتانيا حظيت بتقدير جيد على المستوى الخارجي، بحيث على أنهم اختاروا الرئيس محمد الشيخ القزواني كرئيس للاتحاد الإفريقي، والاتحاد الإفريقي مجموعة الدول الإفريقية كاملة للضم ما يزيد على 50 دولة، وهذه ترأسها مسؤولية كبيرة ومسؤولية مهمة، وتنم عن دبلوماسية وعن ثقة في الدولة الموريتانية وفي شخصية الرئيس الموريتاني، وراجين له من الله التوفيق انه يحقق مآلات الشعب الموريتاني في نهاية هذه المأمورية، وانه ان شاء الله يلعب دور مهم في حل المشاكل والخلافات البينية، وان شاء الله على انها تعود خطوة مزهرة ومشجعة للشعب الموريتاني، ويا الله يباركها الشعب الموريتاني كامل سواء كان موالي او معارض. هاي الرئاسة اللي هي رئاسة ترفع من معنويات موريتانيا وتقدمها، ومن اللي عدلها دبلوماسيه وزايده هذا وروايه زينه، وياسر مشي مولد هو وعدل هنا تيا ما كان على مستوى تقانت، كانت لا بد لها من ياسر مشي حقيقه، واللي فات بعده عدل وعدل اللامع مجهة الرئيس اللي هو. انا بدوري مولي مثمن هذه الخطوه ومهن الشعب الموريتاني والعقيه والسلطات العليا على ذا الانجاز وهذا المكسب اللي يجبر الوطن، ومهما حتى هذا الدور اللي تعب في الاونه الاخيره، وراجين وعود فاتحه خير وامل للمواطنين في اطار الهدوء والسكينه والازدهار اللي يحلم به المواطن وتنعم به حامدي مولانا وشاكرين، والوقت الراهن اللي ينعم به بلدنا حالا من الهدوء والاستقرار الحمد لله، وندور عند الله المزيد، وراجي انها تعود خطوه في هذا الاتجاه. اتحادي مع الدول الافريقيه زينه عندنا ونشكروه، وطالبين منه يزيد ما ينقص، واحنا متابعينه على كفاءته في المصلحه العامه في عامه افريقيا وعامه المزه اللي يالله يعود وهو اللي فيه المصلحة العامة. أنا جد سعيد كباقي مواطني موريتاني بهاي الخطوة الجبارة اللي اخطأت موريتانيا لات عند رئاسة الاتحاد الإفريقي، وهذا شيء يذكر ويشكر عليه السيد الرئيس، هذا لولا حكمته لولا فطنته لما تحقق هذا، وقريب من شي 50 دولة يرأس رئيس، معناه انه لا عنده كفاءة وعنده حنكة يقدر يقيد بها هاي الدول، وبالتالي احنا هذا فخورين به ومشجعنا والى الامام ان شاء الله. وفي مدينة جوجة عاصمة ولاية إنشرة عبر المواطنون عن ابتهاجهم بتولي فخامة رئيس الجمهورية لرئاسة الاتحاد الإفريقي، معتبرين أنه يجسد ما حققته الدبلوماسية الموريتانية خلال السنوات الأخيرة والدور الذي تلعبه بلادنا في محيطها الإفريقي. من ضمن فرحي لفرح الموريتانيين المواطنين الموريتانيين كاملين في هذه المناسبة، حقيقة هذا إنجاز عظيم على كل حال الموريتاني، وقطعا
قزواني يستحق به لي من ساعة اللي ترأس موريتاني هو على كل حالة ماشي مشي رقاج ناضج رقاج عاقد رقاج موثوق ورقاج على كل حال يبقي الله العافية. مهنأت عن قيادة السفينة الاتحاد الإفريقي، مهنأت لها حتى مهنأت على هذه القيادة اللي الحمد لله لا شك فتبارك الله أعلنوا له ما شاء الله يواكب تبارك الله فتبارك الله حسن الخالقين. مهنأت لها حتى بحسن تدبيره وبالحنكة ما شاء الله يا ربي، ومهنأت لها ومباركة له فيها، ومهنئ الاتحاد الافريقي اللي استندوا له مهمه ملي. اسمي خديجه مت محمد الكبار، راني مباركه للرئيس الجمهوريه ومباركه لجميع الموريتانيين ترأس الاتحاد الافريقي، وهذا شرف عظيم لنا على ان رئيس الجمهوريه يعود رئيس الاتحاد الافريقي، وللامانه شيء فخرنا وفخر جميع الموريتانيين وراجين من عند الله على موريتانيا تملاه في ازدهار. اسم محمد بن محمد الحسن من ولاية نشيري، شاكر التلفزيون الوطني على اتاحت هذه الفرصة، ياكن هنو فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة ترأس الاتحاد الافريقي، وهذا مكسب ان نحن السياسة الخارجية للبلاد، ونثمنه نحن المواطنين والساكنين باسم ساكنة ولاية نشيري كاملة للعموم، وهذا حقيقة إنجاز يعبر عن مصداقية الدبلوماسية الموريتانية في الخارج وعن أدائها الجيد، وفي الفترة اللي حقيقة وارى لحد قاعد يتولى قيادة شبيه لأزمات العالم كاملة المنتشرة من ناحية الحروب والأمراض وذا كامل، اللي يعرف رجالة عرف الله في السفر حتى السياسيين عرفوا الله في الأزمات، وهذا الحقيقة مكسب إننا نحن شاكرين فخامة رئيس الجمهورية، ونقول عن العالم كامل عن أهل ذاك ذيك القيادة. محفوظ الكريفيت، ناشط في مجالات متعددة في منشيري مدينة قجوجة بالخصوص، شاكرين الاتحاد الإفريقي على الثقة لإعطاء الدبلوماسية الموريتانية، ومذمنينها ونقول لأنها قفزة في اتجاه صحيح، لأنها افريقيا تمر بقرارات صعبه ومراحل صعبه تحتاج القياده كيف قياده محمد والشيخ القزواني وتعاطيه مع القضايا العادله، مثمنين قضيه وقوف الاتحاد الافريقي والدوله الموريتانيه والرئيس الدوري للاتحاد الافريقي محمد الشيخ القزواني مع القضايا العادله كقضيه فلسطين. استقبل معالي الوزير الأول سيد محمد والبلال مسعود اليوم بالوزارة الأولى في نواكشوط رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيد شكيب العلج، وتطرق اللقاء لمجالات التعاون الثنائي وسبل تطويره وتعزيزه خاصة في المجالات المتعلقة بالقطاع الخاص في البلدين الشقيقين. جرى اللقاء بحضور مديرة ديوان الوزير الأول السيدة عائشة فال فرجس، وسفير موريتانيا في المغرب أحمد والباهية، ومستشار الوزير الأول المكلف بالتجارة والصناعة محمد إبراهيم الكوري، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين والشيخ أحمد، والسفير المغربي لدى بلادنا حميد شبار. وبعد اللقاء أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه تم بحث العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين. شرفنا باللقاء مع السيد الوزير الأول، وطرقنا لجميع النقاش على العلاقة المتينة ما بين الجمهورية الموريتانية المملكة المغربية، والعلاقة القوية اللي كاين بين الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الجمهورية الموريتانية والشعب المغربي والشعب الموريتاني، ودوينا على بعد الاستراتيجية ولا في دغوت اللي كاينه ما بين القطاع الخاص المغربي والموريتاني، وتبين بأن كان واحد تكامل كبير ما بين الاقتصاد المغربي والاقتصاد الموريتاني اللي غنخدموا فيه، وغادي يكون ان شاء الله في المستقبل استثمارات مهمين، ودرنا
واحد اللجنه اللي غادي توقف على المشاريع اللي غادي يكون ان شاء الله في الفلاحه، في تربيه المواشي، في الصيد البحري والصناعه، وكذلك البنيه التحتيه. وهاد المشاريع ان شاء الله غادي نشوفوهم في المستقبل القريب، وبينا كذلك على باش يكون واحد ان اكور دو ليبر ايشونج ما بين المغرب وموريتانيا، اللي غيفتح المجال كذلك لاستثمارات مهمه وتبادل تجاري مهم. تبين بان الحمد لله المغرب الان هو اول مستثمر افريقي في موريتانيا، وغادي ان شاء الله نخدموا باش نكونوا اول مستثمر في موريتانيا، المغرب يكون اول مستثمر في موريتانيا بصفه شامله ان شاء الله. انطلقت صباح اليوم بالعاصمة أعمال ورشة المصادقة على المخططات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا والسل الرئوي والملاريا. تهدف الورشة إلى مناقشة المشاريع المقدمة للتمويل من طرف الصندوق العالمي ضمن الخطة الجديدة 2025-2027 لتعزيز المنظومة الصحية الوطنية. من أجل مناقشة وإقرار السياسة الوطنية لمحاربة السيدا والسل الرئوي والملاريا التي أعدتها وزارة الصحة هذه السنة، تنطلق أعمال ورشة المصادقة على المخططات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الأمراض، وذلك في إطار الدورة السابعة لتمويلات الصندوق الدولي. كما تعلمون، فإن محاربة السيدا والسل والملاريا تستفيد من برامج هامة ممولة من الصندوق العالمي منفذة من خلال المنظومة الصحية الوطنية بإشراف وتنسيق من الأمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا. وقد مكنت تلك البرامج من مجانية الكشف والمتابعة والعلاج على امتداد التراب الوطني، ومن تنظيم حملات منتظمة لتوزيع الناموسيات المشبعة على نطاق واسع، إضافة إلى دعم تعزيز المنظومة الصحية الوطنية. إن حصيلة تنفيذ الاستراتيجية الحالية الخاصة بالفترة 2022-2024 في مجال محاربة هذه الأمراض تتكلم عن نفسها، فمن ضمن 386 نشاطا مبرمجا تم تنفيذ 257، وهو ما يمثل نسبة 67%، والعمل جار على قدم وساق لاستكمال الأنشطة المتبقية في الآجال المحددة. اللجنة التنسيقية متعددة القطاعات لمحاربة السيدا والسل والملاريا المنظمة لهذه التظاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة دأبت منذ إنشائها على تسهيل ولوج بلادنا للتمويلات اللازمة لمكافحة هذه الأوبئة الثلاثة. لقد بادر المكتب التنفيذي للجنة التنسيقية متعددة القطاعات CCM منذ استلامه لمهامه أواخر أكتوبر الماضي إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لحصول بلادنا كذلك على التمويلات المعرب عنها من طرف الصندوق الدولي لفون جلوبال في نسخته السابعة للتمويلات GCC7 والمقدرة بأزيد من 21 مليون دولار مخصصة لمحاربة السيدا والسل والملاريا، وكذلك دعم النظام الصحي في بلادنا خلال الفترة ما بين 2024 و2027. وهكذا شرعت اللجنة التنسيقية متعددة القطاعات في عدة إجراءات، كان من بينها أولا إنشاء خارطة طريق توضح الإجراءات اللازمة اتخاذها وكذلك الآجال المحددة لكل مرحلة. اثنين، وضع اللجان الفنية اللازمة لكتابة طلبي التمويل. ثلاثة، حث الشركاء في وزارة الصحة على مراجعة السياسة الوطنية في مجال مكافحة الأمراض الثلاثة. أربعة، طلب العون الفني من لدن الشركاء. خمسة، تنظيم عدة ورشات ضمت الفاعلين في مجال مكافحة الأمراض الثلاثة والخبراء والفنيين في المجال. يشارك في هذه الورشة خبراء وطنيون من مختلف ولايات الوطن ونشطون في المجتمع المدني. إلى هذا الحد نأتي على ختام الفقرة المخصصة للغة الإشارة مع عائشة علي. أشرفت وزيرة التشغيل والتكوين المهني اليوم خلال زيارة ميدانية لولاية البراكنة على إطلاق عدد من مشاريع التشغيل والتكوين المهني في إطار مشروع دعم قابلية التشغيل والدمج الاجتماعي والاقتصادي للشباب. وخلال هذه الزيارة تفقدت الوزيرة مدارس التعليم التقني والتكوين المهني في الولاية.
تعزيزا لفرص التشغيل وإطلاقا لعدد من المشاريع ذات الصلة الهادفة إلى دعم الشباب في الأوساط الاجتماعية الهشة. تأتي هذه الزيارة الميدانية التي أدتها وزيرة التشغيل والتكوين المهني لولاية البراكنة. وقد استهلت الوزيرة رفقة والي البراكنة ورئيس الجهة زيارتها بالإشراف على تدشين أشغال إعادة تأهيل مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني بألاك. الصرح التعليمي الذي سيعزز البنية التحتية لتكوين الشباب وتأهيلهم للولوج إلى سوق العمل عبر تمكينهم من المهارات المطلوبة، وهو ما يعكف عليه قطاع التشغيل من خلال تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية في مجال تشغيل الشباب. يسعدني أن أشرف معكم اليوم على انطلاق حفل تدشين وتفعيل الوكالات المحلية المنفذة لمشروع دعم قابلية التشغيل والدمج الاجتماعي والاقتصادي للشباب في ولاية البراكنة، والممول من طرف مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بغلاف مالي قدره 4 ملايين دولار على مدى 4 سنوات. هذا المشروع الذي يستهدف الفئات الفقيرة والهشة والشباب، تلك الفئات التي تدخل العناية بها في صميم برنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ القزواني، وتعتبر أولوياته. وسيستفيد من هذا المشروع شباب ولاية البراكنة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 24 سنة. من شأن هذه البرامج والتدخلات أن تمكن من استفادة نحو 700 شاب من ولاية البراكنة حسب الخطة المتخذة. هذا المشروع للتذكير مشروع خاص بجهة البراكنة، والله بولاية البراكنة، الحيز الترابي واحد ويتدخل في كل المقاطعات، وكي قلت قبيل بتمويل خاص من البنك الإفريقي للتنمية ينازل 4 ملايين دولار، ولا هي بدأ ذلك مراحل المهمة واللي طلب منه كذا من مرة أنها تسرع، لأنها الشباب إلين ما نعجل عليه يفقد الأمل بطبيعته عجلة. ولو ياسر يذكر له أنه فيه مشاريع مهمة لا تستهدفه، ونختاروا الوتيرة وتيرة التنفيذ اللي نحاول نسرعوا بها كاملين، لياك نقدوا نختزلوا شي من ذاك الوقت اللي خسر ومراحل التحضيرية. وفي بلدية بوحديدة تابعة لمقاطعة ألاك، أشرفت الوزيرة على تدشين الصندوق الشعبي للادخار والقرض كابيك في إطار توفير تمويلات للمشاريع الشبابية، وذلك بتمويل من مشروع دعم قابلية التشغيل والدمج الاجتماعي والاقتصادي للشباب الهش. أؤكد لكم بأننا لن ندخر أي جهد في سبيل نجاح هذه البرامج بشكل شفاف وصرامة وسرعة، وبهذه المناسبة سنشرع مباشرة بعد تأمين التمويل القروض من البنك الإفريقي للتنمية بتمويلات صغيرة لصالح 700 شاب من جميع أنحاء ولاية البراكن. وفي الختام مطلوب من السكان المستفيدين من هذا البرنامج انتهاز الفرصة. كما تفقدت الوزيرة في بوغيه مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني، حيث تجول الوفد داخل ورش التكوين والإنتاج وتابعت الشرح المقدم حول ظروف ومناهج التكوين في هذه المؤسسة. ومن مقاطعة بابوبي أشرفت الوزيرة على افتتاح وكالة محلية لتشغيل الشباب ونظيراتها في كل من نمبان ومقطع الأحجار ومال. وخلال مختلف هذه المحطات ثمن عمد بلديات ألاق وبوحديدة وبابوبي الجهود التي يقوم بها قطاع التشغيل والتكوين المهني في إطار توفير فرص لتشغيل الشباب. محمد بن هادي، قناة الموريتانية، مقاطعة بابوبي. وبالعودة إلى نواكشوط، حيث أشرفت وزيرة العمل الاجتماعي والطفلة والأسرة على إطلاق ورشة حول مسلسل إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم ما قبل المدرسي. تسعى هذه الورشة إلى مناقشة أنجع السبل لإنجاح الأهداف المنشودة من التشاور وتجسيد نتائجه على أرض الواقع. إعداد استراتيجية وطنية للتعليم ما قبل المدرسي هو موضوع ورشة تنظمها وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وذلك بحضور القطاعات المعنية بالتعليم الأصلي والنظامي والطفولة والشركاء الدوليين والمجلس الأعلى للتهذيب. سيناقش المشاركون خلال هذه الطاولة أنجع السبل لإنجاح تعليم الأطفال في سن مبكرة، وذلك للإسهام في تنمية رأس المال البشري وتطوير النظام التعليمي. يشكل الاهتمام بتنمية رأس المال البشري
إحدى الرافعات الأساسية للتنمية المستدامة، كما يمثل إحدى مرتكزات التنمية الاجتماعية، حيث يساهم في الرفع من المستوى التعليمي ما قبل المدرسي وتمكين المرأة وتوفير جزء من وقتها عبر تخفيف الرعاية الفردية للأبناء داخل البيت، بالإضافة إلى كونه يساهم في التنشئة الاجتماعية السليمة ويشكل فرصة لتلاقي الأطفال من مختلف مكونات المجتمع، مما يساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ قيم المدرسة الجمهورية. ويشكل تطوير هذا النمط من التعليم إحدى أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني، وهو ما تمت ترجمته في تعهد فخامته بتوفير 100,000 مقعد في التعليم ما قبل المدرسة خلال مأموريته الأولى. نتائج ينتظرها المنظمون لوضع خطة محكمة من أجل الحصول على تعليم واعد والتغلب على النواقص من أجل الدفع بإنجاح هذه الاستراتيجية إلى الأمام. أنا أعتقد أن هذا اعتراف كبير لأهمية التعليم قبل المدرسة، وأيضا أن هذا استثمار قوي لتحسين التعليم لكل الأطفال يعني بموريتانيا. أنا بالفعل أتمنى لكم النجاح يعني في هذه المشاورات. مهم جدا إنه الجهات المختلفة اللي هي مسؤولة واللي هي لها دور عن هذا بالنسبة لهذا التعليم قبل المدرسة يكونوا موجودين ويناقشوا سوا ويتفقوا على هذه الاستراتيجية. وأنا أعتقد إنه مش ممكن يكون في يعني تقدم كافي إذا ما كان في يعني اتفاق وما كان في عمل مشترك من قبل كل الجهات اللي هي تعمل من أجل الطفولة يعني بالبلد. تدوم هذه الورشة 3 أيام للتوصل إلى الهدف المنشود لتجسيده على أرض الواقع، ليكون حصنا للأطفال من التسرب والضياع وتأمين مستقبلهم بالتعليم المبكر. إلى ولاية الحوض الغربي، حيث أشرف المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء على تدشين عدة منشآت تنموية في مقاطعة تمشقط، وتضم المنشآت المدشنة مدارس وشبكات مائية وكهربائية استفادت منها عدة بلديات ريفية. من قرية المقيمة التابعة لبلدية قاعدة التيدومة بمقاطعة تامشقط، بدأ المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر زيارته لهذه المقاطعة، حيث تم تدشين شبكة مياه في القرية التي عانت طويلا من شح في الحصول على المياه الصالحة للشرب، وشكل الحصول على هذا المنجز استجابة لمطالب سكانها الذين عبروا عن شكرهم وعرفانهم بهذا الاهتمام. وفي قرية بيسيف ببلدية الصفا أيضا، أطلق المندوب العام رفقة والي الحوض الغربي شبكة مياه مماثلة، وخلال كلمته أمام السكان أكد المندوب العام لتآزر أن المندوبية جاءت لتنفيذ جزء مهم من برنامج رئيس الجمهورية في المجال الاجتماعي والتنموي. نختار نأكد لكم معلن هذه الفكرة، فكرة رئيس الجمهورية محمد بن الشيخ الغزواني، فكرة أصلا نابعة من فلسفته ومن تربيته، لأنها تتماشى والمنطق اللي عنده بالقرب من المواطنين الضعاف من الفئات الهشة. يا غير مملي، فلسفتها هي تقوية اللحمة الوطنية والتكامل بين مكونات المجتمع، وهون في الصفاء لا يندشنوا شبكة مياه من خزان ومن 40 توصيلة اجتماعية، غير كذلك من محطة ضخ مائية. وقبل قليل جينا اللي مقمضة ومأملين ومتأكدين أن الدور تفتح عينيها إلين جبرت الماء، وفي نفس الوقت الخنيق في حفارة أخرى جبرت مالي بئر يضخ 10 إلى 12 متر مكعب، وجعلناه من الماء كل شيء حي، ونحن مركزين على الماء. ولا له تبقى إن شاء الله نقطة موريتاني سابق الصيف الجاية، جانا طلب من منتخب مار بالسلم الإداري ما وحقق، وهذا وعدلوا منه العشرات في الحياض وفي العصابة وفي قرقل وفي قيدي ماقة وفي تقانت،
ودور يعدل في هادرار ودور يعدل في الحوض الغربي. وعبر رئيس جهة الحوض الغربي عن أهمية تدخلات تآزر في مساعدة السكان في مناطقهم الأصلية. ساكن التام شكل نختار نوجه لكم هذه الكلمة اللي تدخل في إطار مواكبتنا لزيارة المندوب العام لتآزر. هذه الزيارة اللي واكبناها من بدايتها على مستوى الولاية كاملة واللي لامسنا منها أهميتها وأهمية الهدف اللي جاية من أجله اللي هي إيصال حزمة من الإنجازات والمعونات النقدية والغذائية. وعبر العمد الحاضرون عن امتنانهم للسلطات العليا على الاهتمام بالمواطن أينما كان، ولأن المنطقة زراعية بامتياز فقد كان من بين التدشينات تدشين سد زميميل بقرية أرويشي، وتابع المندوب العام أنشطته بتدشين شبكة مياه بقرية قليقولاد مالك بنفس البلدية، شبكات مياه أيضا استفاد منها أقرش والخيمية في بلدية الراضي. زيارة مقاطعة تام شكط كان من بين محاورها تدشين شبكة كهربائية في بلدية الراضي، وهو ما سينعكس إيجابا على حياة السكان، حيث أعطى المندوب العام التوجيه بمد المؤسسات الخدمية والمحاضر ومنازل أصحاب الاحتياجات الخاصة بالتوصيلات الكهربائية بشكل سريع، لتختتم الزيارة بتدشين مدرسة إعدادية بالقرية تتوفر على كافة حاجيات المؤسسة التربوية وتضم كفالة للتلاميذ إضافة إلى بقية الملحقات الضرورية. في العاصمة تم اليوم بمقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات توقيع اتفاقية بين اللجنة الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة للإنماء لدعم مشروع الدورة الانتخابية القادمة ببلادنا. تهدف هذه الاتفاقية الممولة من طرف الصندوق الأممي إلى الإسهام في تنظيم الانتخابات المقبلة بشكل نزيه وشفاف. الموسم الانتخابي الرئاسي لعام 2024 قاب قوسين أودنا، واستعدادا لذلك وتعزيزا ومتابعة لآليات تنظيم ومراقبة هذه الاستحقاقات، يأتي التوقيع على مشروع دعم الدورة الانتخابية تحضيرا لرئاسيات 2024. لقد مكن التقييم المنظم بالتعاون بين اللجنة والشركاء أنتم، وأيضا إعلان نتائج الانتخابات الماضية من تشخيص النواقص وتهمين المكاسب، مما مهد الطريق بتحضير مبكر لرئاسيات 24. وكما اكدنا مرارا بلقاءاتنا معكم ومع بقية الشركاء، فإن هاشسنا الأول وانشغالنا الأهم يتمثل في اقتناء كل الأدوات والوسائل التي من شأنها الضمان والتنظيم انتخابات حرة شفافة ونزيهة. الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا منصور جاي قال إن الأمم المتحدة أوفدت في ديسمبر 2022 بعثة لتقييم الاحتياجات الانتخابية، وأوصت بتقديم مساعدة انتخابية دولية بهدف الإسهام في تنظيم انتخابات سليمة وشاملة تتوافق مع القانون الوضعي الموريتاني والمعايير الدولية، مؤكدا أن إنشاء مشروع دعم الدورة الانتخابية في موريتانيا جاء في أعقاب توصيات هذه البعثة، وخاصة تلك المتعلقة بالمساعدة طويلة المدى التي تغطي الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها هذا العام. اتفاقية انتخابية جاءت حسب منظميها استجابة لخلق ظروف ملائمة لتحقيق انتخابات حرة نزيهة وشفافة. قدمت سعادة السفيرة زينب منتعل سالم أمس أوراق اعتمادها لجلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا بوصفها سفيرة فوق العادة وكاملة السلطة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى مملكة إسبانيا. وأبلغت السفيرة جلالة الملك خلال استقبال خصها به تحيات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني وتمنياته له شخصيا وللحكومة والشعب الإسبانيين بموفور الصحة والتقدم، ودعوة فخامة رئيس الجمهورية له لزيارة موريتانيا.
بدوره حمل جلالة الملك السفيرة تحياته إلى صاحب الفخامة والحكومة والشعب الموريتانيين، مذمنا الدور الذي تطلع به موريتانيا في المنطقة وفي العالم. كما ذمن جلالته مستوى التعاون القائم بين موريتانيا والمملكة الإسبانية وكذلك الاتحاد الأوروبي. شهدت العاصمة صباح اليوم تخرج الدفعة السابعة من البرنامج التدريبي الميداني لعلم الأوبئة. يبلغ عدد أفراد هذه الدفعة 26 إطارا من قطاعات حكومية متعددة. 26 إطارا من جميع القطاعات الحكومية المتدخلة في ميدان مكافحة الأوبئة يتوجون اليوم بعد 3 أشهر من التكوين النظري والتطبيقي، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الميداني في علم الأوبئة الخط الأمامي من أجل تنمية الموارد البشرية للصحة العامة والأمن الصحي الوطني. مسرور بحضور حفل التخرج هذا الذي يمثل نهاية 3 أشهر من التدريب المكثف لصالح الفوج السابع من برنامج التدريب في علم الأوبئة الميداني الأساسي بموريتانيا. أوجه الشكر باسم وزيرة الصحة لجميع الشركاء التقنيين والماليين على دعمهم لتنفيذ هذا البرنامج التدريبي في بلادنا الذي بدأ منذ عام 2016. ويكتسي هذا البرنامج التدريبي الذي تندمج فيه جميع المكونات الصحية أهمية بالغة، خاصة أنه يتضمن صحة الإنسان وصحة الحيوان والصحة البيئية. وهنا أشير إلى أن قطاع الصحة بدعم من شركائه عمل عبر هذا البرنامج على تنمية مهارات العاملين في مجال الصحة انطلاقا من تعزيز قاعدة نظام صحة عامة قوية. المتحدثة باسم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بلادنا إنغو هيمين بيّنت في كلمتها بالمناسبة أن هذه الدفعة المتخرجة ستنضاف إلى شبكة أخرى مؤلفة من 159 من خريجي البرنامج التدريبي في علم الأوبئة الميداني الأساسي بموريتانيا، يقدمون خدمات وقائية ضرورية في مختلف المناطق الموريتانية. وأثبتت فاعليتها في مجال الرد بسرعة وفي التعامل مع الأوبئة مما أسهم في إنقاذ العديد من الأرواح، موضحة في هذا الصدد أن حكومة بلادها شرعت في دعم هذا المشروع انطلاقا من ضرورة تنسيق جهود التعاون بين الدول لضمان فاعلية التصدي لانتشار الأوبئة والأمراض الفيروسية مثل الأنفلونزا وكوفيد، كل ذلك من أجل العبور السلس نحو الأمن الصحي العالمي. المداخلات أجمعت على أهمية سلسلة التكوينات هذه التي تعتبر مكسباً كبيراً للكادر الصحي على حد قولهم، مشيرين إلى أن جميع ما أصاب البشرية من كوارث متتالية جاء نتيجة لعدم مراقبة المعطيات الوبائية. يشار إلى أن هذه الدفعة هي السابعة من البرنامج التدريبي الميداني في علم الأوبئة، ويعول عليها كسابقاتها في إضافة لبنة جديدة تسهم في الرفع من التحديات الصحية لبلادنا وخاصة في مجال مكافحة الأوبئة. اختتمت في المكشوف أشغال النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي المنظم من طرف الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقد شكل هذا المنتدى مناسبة لتعزيز الشركات والمبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين. بعد يومين من المباحثات الثنائية في إطار المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي في دورته الثالثة، أسدل الستار على هذا الملتقى الذي كان مناسبة للقاء الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين من أجل تبادل الخبرات ووضع آلية واضحة المعالم لإطلاق مشاريع حقيقية بين البلدين الشقيقين في الأفق القريب. تم تشكيل لجان فنية لكي تعكف على دراسة شنو هي المجالات اللي نقدو نمشوا فيها مع بعض وشنو هي المجالات اللي مستعجلين عليها ورك، وتم تحديد تاريخ خلال شهرين سيتم فيه اجتماع لياك تنعطى فيه التصور اللي يلزم لياك علينا، لان اخذنا من المنتدى علينا يلا نعود هذا المنتدى انطلاقه الاعمال الدراسه قمنا بها
وان المنتدى خلاصته على ان يلا نعود ونبدأ في الاعمال، وان شاء الله هاي اللجان اللي لا يتعكف على المجالات اللي ان شاء الله يتم فيها الاستثمار لا يتعطينا الحصيله، وخلال شهرين نجمعوا ونعود ان شاء الله وتبدا العمل ان شاء الله. بدوره اكد شكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب انشاء فريق ضريبي سيعمل على المشاريع الهامه في مختلف القطاعات سواء كانت الصيد او الزراعه او التربيه الماشيه او البنيه التحتيه او الطاقه المتجدده والعديد من المشاريع التي ستتحقق في المستقبل القريب. واضاف ان الامور يجب ان تتقدم بسرعه من اجل تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين الشقيقين. وكان المنتدى شهد جلسات مشتركة تخللتها عروض حول مناخ الأعمال في البلدين والفرص الاقتصادية المتاحة. جيت الأيام واكبت هذا التظاهر هذا المنتدى الاقتصادي المغاربي، وكان هام جدا، وكان فيه قدر من التخصصات من أهمها الزراعة والصيد والإشغاء، وكان يجسد فيه بوضوح المناخ الرياحية اللي بين المغاربة والموريتانيين. هذه واحد المبادرة جد مهمة اللي قيمت هنايا في بلدنا الثاني هو موريتانيا. العلاقات اللي خصنا نديرو هي علاقات شراكة مبنية على العلاقات ما بين الدولة والدولة. احنا لمسنا في القوانين اللي داروا وبالسلطات اللي كانوا حاضرين معنا بان خصنا نديروا واحد انطلاقه جديه ونوعيه من المواد اللي عندنا نجيبهم لموريتانيا، والمواد اللي عند الموريتانيين نكملوا بهم اللي عندنا في المغرب، ويكونوا استثمارات متبادله بين الدولتين. وضع خريطة طريق للعمل المشترك من أجل تنفيذ مشاريع تجارية واقتصادية تخدم البلدين في المستقبل القريب كانت أبرز مخرجات هذا المنتدى الاقتصادي الهام، في انتظار أن تتحقق هذه النقاط الجوهرية التي يمكن أن تدفع بالاقتصاد في البلدين إلى الأمام. والآن نفتح نافذة اليومية على جديد الأخبار الدولية، لكن بعد هذا الفاصل. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة مخلفا شهداء وجرحى وسط تحذيرات وكالات إغاثة أممية من وقوع كارثة في القطاع. وفي هذه الأثناء قتل جندي إسرائيلي وأصيب ثمانية آخرون بجروح متفاوتة في عملية نفذها فلسطينيون عند حاجز عسكري قرب مستوطنة معالي أدوميم شرق القدس المحتلة. استشهد عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي على منازل سكنية في أحياء متفرقة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال قصفت منازل وسط قطاع غزة فجر اليوم، مما تسبب في استشهاد 26 فلسطينيا وإصابة العشرات. كما استشهد عدد من المواطنين وجرح آخرون بحي الزيتون في شمال قطاع غزة. واستهدف الجيش الإسرائيلي منزلين في جباليا شمالي قطاع غزة، في حين دمرت طائرات حربية إسرائيلية مسجد الفاروق في مخيم الشابورة وسط رفح جنوبي قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 97 شهيدا و 132 مصابا خلال 24 ساعة. وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع منذ 7 أكتوبر إلى 29,410 شهداء و 69,465 مصابا. وفي القدس المحتلة لقي جندي إسرائيلي مصرعه وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عملية نفذها فلسطينيون عند حاجز عسكري قرب مستوطنة معاليم أدوميم شرقي القدس المحتلة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جهاز الإسعاف أن أحد الجنود المصابين بجروح خطيرة توفي متأثرا بجراحه البالغة. واقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم منازل منفذ عملية حاجز الزعيم في بيت تعمر شرقي بيت لحم. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن أحد منفذ العملية تعمد الاصطدام بسيارة لافتعال حادث وتسبب في أزمة سير خانقة، ومن ثم ترجل 3 مهاجمين وفتحوا النار على المركبات بواسطة بندقيتين من طراز M16 مسدس. ويأتي إطلاق النار على الحاجز العسكري قرب معاليم أدوميم بعد أيام من عملية وقعت بمستوطنة كربات ملاخي شرق أسدود، وأسفرت عن مقتل إسرائيليين 2. لقي 5 أشخاص مسرعهم وأصيب 3 آخرون بجروح بعد أن اصطدمت سفينة بجسر صباح اليوم في مدينة قواشينكو جنوب الصين، ما أدى إلى تصدع الجسر. وقد أصيب في هذا الحادث سائق حافلة من دون ركاب وسائق دراجة نارية، و3 أشخاص كانوا يستقلون سيارات سقطت في النهر أسفل الجسر وفقا للتحقيقات الأولية. نهاية المسائية، تذكير بالعناوين. بعد وصوله إلى مدينة تندف الجزائرية، رئيس الجمهورية رفقة ناظره الجزائري يشرفان على تدشين معبرين حدوديين وإطلاق مشروع الطريق الرابط بين تندف ومدينة الزوالات، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة. رئيس الجمهورية وناظره الجزائري يشرفان على محادثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين. الوزير الأول يستقبل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، واللقاء يتناول التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تطويره وتعزيزه. في الختام هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، تلتقون بعد قليل بمحمد فارس يدينا ونشرة الولايات الداخلية. في أمان الله وحفظه.